السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر وتحديث التحليل الأسبوعي للسوق القطري. هنبتدي أول حاجة بتحليل أو تحديث المؤشر العام للبورصة القطرية. كنا اتكلمنا بداية الأسبوع اللي فات إن المؤشر العام في هبوط تصحيحي، والهبوط التصحيحي ده اتكلمت إن هو قد يمتد من 9767 ل 9710، وفعلا شفنا بداية هبوط، والهبوط وصل ل 9767 ونزل ل 9710 وبدأ يرتد مرة أخرى. طيب دلوقتي ما دام السعر أعلى 9710 ولم يغلق شمعة يومي أسفل 9710، فهو للصعود تاني إن شاء الله عشان نستأنف الصعود ل 9812 ثم 9928، ولو اخترق 9928 هنروح ل 10010. تمام. وبرضو عندنا هنا السعر لو لاحظنا ارتكز على الترند الفرعي اللي عندنا هنا ده، اهو الترند الفرعي ده فيه ارتكاز عليه، اهو السعر قرب منه جدا وبدأ يصعد مرة أخرى، عشان كده تظل النظرة الشرائية أو النظرة السعودية للمؤشر العام على الفترة القادمة بإذن الله. خلينا نشوف سهم قطر الوطني أو سهم كيو إن بي. سهم كيو إن بي بقى له فترة كبيرة جدا جدا متذبذب في نفس النطاق بتاعه عند خلينا نجيبه على فريم الديلي أفضل، أو بقى له فترة كبيرة جدا على في نفس النطاق، يعني من شهر ستة، من بداية شهر ستة حتى الآن متذبذب في نفس النطاق من ال 18.40 تقريبا او 18.45 ل 17.60. السعر مدام بالنسبه لي مدام ما كسرش ال 17.60 اهي 17.60 اتوقع ان احنا نشوف صعود ان شاء الله. هو دلوقتي 17.68، خليني بس اكبر الشورت كده اهو 17.68 السعر الحالي. انا اسف على اللي بيحصل ده، بس كده رجع الشرط زي ما كان. زي ما بنقول السعر دلوقتي 17.68، اتوقع ان شاء الله ان احنا ممكن نشوف صعود بقوة في اي وقت، اي وقت ممكن يحصل فيه صعود بقوة للسهم ده، لان الهبوط ضعيف جدا، يعني الهبوط بالنسبة لي ضعيف والصعود ضعيف برضو، بس انا بالنسبه لي هنا السهم في منطقه شرائيه قويه، فاتوقع ان شاء الله يحصل صعود للسهم عشان يستهدف ال 18.45 مره اخرى، ولو اخترقها نشوف ال 18.61. بالنسبه لسهم دلاله، سهم دلاله بعض الاخوه سالوني السهم ده يعني ايه وضعه الفتره اللي جايه. اتكلمت وقلت ان السهم ما دام اعلى الواحد 86.10 فهو للصعود، وفعلا بينزل يرتكز على الواحد 86 ويصعد بقوه، والنهارده زي ما شفنا نزل لمس الواحد 86 بالظبط وصعد حوالي 3%، يعني من الواحد 86 طلع لحد الواحد 94 حوالي 4.5%، فاتوقع ان شاء الله استمرار الصعود للسهم ما دام اعلى الترند، اعلى منطقه الطلب دي اللي عند الواحد 8 الواحد 86، ولو تم اختراق القناه السعريه الهابطه دي هنشوف صعود قوي للسهم، هيستهدف الواحد 99.50 ثم ال 2.07 واخيرا هنشوف ال 2.1890. السهم الثاني سهم قطر وعمان. السهم برضو اتوقع عليه الصعود لان الهبوط مش بالقوة الكافية اللي احنا يعني اللي انا شايفها ان هي تأثر على السهم وتخليه يهبط اكتر. شايفينه بيعمل شموع صعود، والشموع دي اتوقع ان شاء الله نروح لل 92، مناطق ال 92 ثم لو تم اختراق ال 92 عشان دي بتمثل نقطة مقاومة قوية جدا جدا امام السعر. من ال 92 لو تم الاختراق هنروح لل 96 مباشرة، وبعد ال 96 خلينا نصغر بس الشورت شوية ونشوف
ايه المناطق اللي بعد الـ 96؟ مناطق، اول منطقة هتقابل السعر بعد الـ 96 هي عند الـ 1.053. دي هتكون اول منطقة مقاومة هتقابل السعر بعد اختراق الـ 96. عشان كده احنا بس هننتظر الاول اختراق الـ 92 وبعدين نكمل للـ 96 ونشوف السعر عندها هيعمل ايه، هل هيبتدي يدينا اشارات انعكاس ولا هيكمل صعود بقوة ويخترقها ويغلق عليها عشان يروح للـ 1.053. سهم استثمار القبضة، في فيديو التحليل الاسبوعي قلت ان هو احتمال كبير ينزل يعمل اعادة اختبار لمستويات الـ 60 ويصعد تاني. السعر النهاردة نزل عند الـ 60 40، يعني فرق بسيط جدا جدا، وبدأ يصعد بقوة، قفل عند الـ 64 80. تمام، من الـ 64 80 دلوقتي هو بدأ يخترق النموذج القناة السعرية الصاعدة اللي هنا وقفل أعلاها زي ما احنا شايفين، فهيأكد لي الصعود باختراق القمة اللي هو كونها هنا عند الـ 66 10. ولو تم اختراقها احنا كده كده السهم يعني اتوقع ليه اصلا صعود قوي سواء اختراقها او لا، اتوقع ان شاء الله ان احنا مع الافتتاح بكرة يعمل صعود ويخترق الـ 66 وممكن كمان يوصل للـ 68 50. ده بالنسبة لسهم استثمار. نشوف سهم كامكو. سهم كامكو كسر النموذج المثلث، نموذج المثلث المتماثل اللي قدامنا باللون الازرق ده، واغلق اسفل. السهم دلوقتي يعني هو برضو عند منطقة دعم عند الـ 98 60، بدأ يرتد منها، نزل عمل ارتكاز عليها وبدأ يرتد منها. خلينا نشوفه على فريم الساعة، اهو ده على فريم الساعة. شايفين السعر لما نزل هنا احنا قلنا ان دي دعم ليه، لان السعر هنا بعد ما تم اختراق الـ 98 60 دي كانت نقطة مقاومة قوية. شايفين اهو، خلينا نبص واحدة واحدة كده، السعر كان صاعد وصل عند الـ 98 60 وبعدين عمل اشارات انعكاس وبدأ ينزل مرة اخرى. تمام، لما نزل هنا وتم وبعدين طلع تاني وتم اختراق نقطة المقاومة دي تحولت لنقطة دعم. طيب احنا شايفين اهو صعد هنا وبعدين نزل عندها تاني، لان دي كانت نقطة مقاومة تحولت لدعم، السعر بدأ يصعد من عندها مرة اخرى، فنزل عندها النهاردة تاني وبدأ يصعد تاني مرة اخرى، عشان كده دي نقطة دعم قوية. اتوقع نشوف صعود منها، ممكن يستهدف يعني بنسبة 60% ممكن نستهدف 1.0150 مرة تانية، ولو تم اختراقها نشوف 1.031. تمام، ده بالنسبة لسهم كامكو. خلينا نشوف سهم بروة. سهم بروة برضو نزل النهاردة لمستويات لمنطقة الطلب اللي عند الـ 23 وبدأ يرتد بقوة كبيرة جدا جدا. ده ما كانش النهاردة، كان يوم 6/9 يعني من حوالي 3 ايام، والنهاردة برضو هو ما قدرش يغلق تحت القناة السعرية الصاعدة وصعد بقوة. النهاردة نزل عمل اعادة اختبار للحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة وبعدين صعد تاني بقوة كبيرة. اتوقع ان شاء الله خلال جلسة بكرة نشوف صعود للـ 3.56، ومن الـ 3.56 هي اللي هتحدد هل هيكمل صعود للـ 3.66 ولا هيهبط تاني للـ 3.40. لو اخترق الـ 3.56 هنروح للـ 3.66 وبعدين هنروح للـ 3.83 90. بالنسبة للسهم اللي بعديه، سهم المستثمرين. سهم المستثمرين قفلنا نص العقود بتاعتنا عند الـ 2.19، كان هنا كده عند الـ 18 90، قفلنا تقريبا 50% من العقود اللي عندنا اللي كانت من الـ 2.13، ونزل تاني عند الـ 2.07. اتوقع ان شاء الله ان الهبوط ده هبوط تصحيحي ونشوف صعود قوي لسهم المستثمرين خلال الفترة اللي جاية، لان زي ما قلت برضو نفس اللي بيحصل على معظم الاسهم، شايفين الهبوط اللي بيحصل قوي وبعدين جت شمعة قوية عملت ابتلاع لحوالي شموع بتاع اسبوعين قبل كده، يعني اسبوعين مضوا. تمام، فاتوقع ان شاء الله استمرار الصعود لسهم المستثمرين عشان يخترق
الاتنين 18.90 ويوصل بعدها الاتنين 23.30 ثم الاتنين 28، ولو تم اختراقها هنشوف الاتنين 39 ثم الاتنين 44. نشوف السهم اللي بعد كده، سهم ناقلات. سهم ناقلات انا نبهت من اول الاسبوع وقلت ان السهم ده وصل لمنطقة طلب قوية جدا جدا. منطقة الطلب دي كانت عند الاتنين 59 للاتنين 53، بدأ السهم يوصل عندها لكن للأسف ما ظهرش أي علامات انعكاس من هنا وبدأ يصعد بقوة. عشان كده يعني الفرصة كانت قدامي بصراحة يعني، بس أنا ما نزلتهاش توصية في جروب التوصيات. ليه؟ لأن أنا الدخول بتاعي بيبقى بتأكيدات. التأكيدات دي اللي هي ايه؟ البرايس اكشن. يعني احنا شايفين مثلا السعر لما وصل لنقطة المقاومة دي بدأ يدينا هنا اهو اشارات انعكاس. يعني مثلا خليني اكبر الشارت كده واعمل لكم سهم على الشمعة اللي انا قصدي عليها. الشمعة دي كده اهي، دي بتمثل شمعة برايس اكشن. تمام، اول لما ظهرت الشمعة دي انا كنت قايل ان السهم ده هيكون للهبوط، ويرجعوا للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا ان انا قايل ان السهم ده للهبوط لان هو وصل لمنطقة مقاومة وبدأ يظهر علامات انعكاس فالسهم هيكون للهبوط. لكن هنا لما وصل للمنطقة دي ما ادانيش اي علامات للصعود، ما ادانيش اي شموع برايس اكشن تقدر تخليني ان انا ادخل معاه، عشان كده احنا ما دخلناش. طيب دلوقتي السهم ايه وضعه؟ السهم دلوقتي وصل لمنطقة الطلب اللي تحولت لمنطقة عرض بعد ما تم كسرها وبدأ يدينا اشارات انعكاس تاني اهو. النهاردة شمعة اخر شمعة في اليوم، شمعة الساعة قفلت شمعة هابطة برايس اكشن. لكن خلينا نشوف شمعة اليوم كانت عاملة ازاي. شمعة اليوم كانت شمعة صعودية قوية، عشان كده انا مش هفكر في البيع لو الا لو ادانا اشارات انعكاس على الديلي على فريم اليوم من هنا. لو ادانا اشارات انعكاس على فريم الديلي من هنا هيكون للهبوط مرة اخرى عشان نوصل لمنطقة الطلب دي مرة تانية. اما لو صعد اعلى الاتنين 72 ونزل تاني عمل لها اعادة اختبار هتكون فرصة للشراء عشان نستهدف الاتنين 76 ثم الاتنين 84.20 واخيرا الاتنين 87.80. ده بالنسبة لسهم الناقلات. بالنسبة لسهم المتحدة للتنمية، سهم المتحدة للتنمية النهاردة بصراحة كانت صفقة ممتازة جدا جدا جدا، دخلنا عليها على جروب التوصيات وحققت معانا 10%. سهم المتحدة للتنمية أنا دخلت النهاردة بناء على إيه؟ أنا دخلت النهاردة بناء على إن شمعة امبارح كانت شمعة انعكاسية ممتازة أهي. الشمعة دي كده شمعة تداولات يوم 8/9 اللي هو يوم الثلاث امبارح. الشمعة دي نزلت عملت اعادة اختبار لمنطقة الطلب اللي تكونت عندي هنا عند 1.2120، ونزل النهاردة عند 1.1960 عمل برضو اعادة اختبار للنقطة دي. من عند 1.2180 كنت شايف الصفقة دي بتتكون على فريم الساعة اهو. بعد الشمعة دي كده بالظبط النهاردة الشمعة دي اهي اللي عامل عليها علامة السهم، بعد الشمعة دي كده بالظبط كنت شايف ان الـ السهم ده هيطير، وفعلا دخلنا التوصية من هنا والحمد لله. فأقل من ساعتين كان السهم محقق معانا 10%. يعني احنا واخدين من سعر 1.2180 السعر طلع معانا لحد 1.3520، وصل معانا المكسب 11% وكسور زي ما احنا شايفين كده بالظبط. فاتوقع ان شاء الله خلال اليوم بكره نشوف صعود برضو استكمال للصعود. لو اخترق الواحد 33، لو شمعة الساعة قفلت فوق 1.33 هنشوف صعود ل 1.3790، ولو تم اختراق 1.3790 هنشوف 1.4350 ثم 1.57. ومن 1.57 ممكن نصرف كل الكمية اللي معانا ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم المتحدة للتنمية. خلينا نشوف سهم فودافون قطر. سهم فودافون قطر قفل النهاردة شمعة ممتازة، شمعة ممتازة جدا. تمام، فممكن ان شاء الله مع
بداية تداولات جلسة بكرة نزود الكمية في فودافون قطر ونشتري من سعر الافتتاح 1.25. من 1.25 هنستهدف 1.29 ثم 1.3250، ومن 1.3250 لو تم اختراقها هنشوف 1.44. بس برضو عندنا الأول نقطة مقاومة هنا عند 1.3370، لازم السعر يصعد أعلى 1.3370 عشان نروح لل 1.44 إن شاء الله. ده بالنسبة لسهم فودافون قطر. خلينا نشوف سهم قطر الأول. سهم قطر الأول برضو عندنا شراء فيه من 1.39 أو 1.3850 تقريبا، دلوقتي السعر 1.40. برضو النهاردة شمعة اليوم ممتازة، شمعة إغلاق اليوم النهاردة ممتازة جدا جدا، أتوقع إن شاء الله بكرة يوصل لل 1.44 وممكن كمان نشوف 1.50، يعني ممكن خلال يوم بكرة نشوف صعود حوالي 8%، ولو اخترق 1.50 هنشوف 1.6250. ده بالنسبة لسهم قطر الأول. خلينا نشوف السهم اللي بعد كده وهو سهم الرعاية. سهم الرعاية بصراحة أنا كنت عايز أشتريه مع بداية جلسة اليوم، لكن لما لقيته فتح على هبوط قلت هستنى شوية. النهاردة الشمعة اللي قفلت دي شمعة كويسة جدا، فأنا شايف إن هو ارتدت من منطقة أهي دي، بالنسبة لي كده منطقة طلب قوية أهو. خلينا أظللها بس عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. انا عندي دي منطقة طلب قوية، منين بقى؟ بداية الحد العلوي بتاعها عند 7.32، والحد السفلي بتاعها عند 7.20 تقريبا، او خلينا نكون دقيقين جدا 7.19.90. السعر بدأ ينزل عندها وبدأ يرتد مرة اخرى. طيب الشمعة اللي عندنا وقفلت دي، اللي حضر معايا المحاضرة بتاعت البرايس اكشن هيعرف ان الشمعة دي من نماذج البرايس اكشن، والشمعة دي متوفر فيها كل الشروط بتاعت شمعة البينبار، اللي هي الديل بتاعها بيكون ضعف جسم الشمعة والظل العلوي بتاعها قصير جدا جدا، فدي تعتبر عندي شمعة انعكاسية ممتازة. تمام، فالشمعة الانعكاسية دي اتوقع ان شاء الله بكرة نشوف صعود لسهم الرعاية. الصعود ده هيمتد معانا للسبعة 61 ثم السبعة 71 واخيرا السبعة 79. طيب ليه انت عايز تشتري من المنطقة دي؟ احنا شايفين السهم نزل، كان صاعد نزل للمنطقة دي، بدأ يرتد عمل ايه؟ عمل لي قمة جديدة اعلى من القمة اللي كانت هنا، فلما بينزل تاني ببقى متوقع ان هو ينزل ويطلع تاني يعمل قمة اجدد. يعني لو طلع واخترق 7.79.30 ممكن نشوف قمة جديدة، ممكن مثلا تكون عند 8.053. ده بالنسبة لسهم الرعاية. انا بطول عليكم بس يعني انا بحاول اوضح الفرص اللي احنا بندخلها دي، بندخلها بناء على ايه وايه الحاجات اللي احنا بننتظر نشوفها عشان ندخل الصفقة. تمام، بالنسبة لسهم انماء، سهم انماء بالنسبة لي يعني هو كان فرصة شراء من هنا بس ما كانش فيه اي اشارة انعكاس بصراحة عشان نشتري من هنا، فانا مش هشتري غير باختراق القمة دي عند ال 4.88 او ال 4.90، 4.90 بالظبط. لو اخترق القمة دي واغلق عليها هيكون للصعود ان شاء الله عشان نستهدف ال 5.19.60، ولو تم اختراق ال 5.19.60 ممكن جدا نشوف مستويات دي، كده هتكون تاني مستوى معانا عند 5.59.40. ده المستوى اللي هيروح له سهم انماء لو تم اختراق الخمسة 19.60. تمام، خلينا نشوف السهم قدام. السهم نزل تاني اسفل منطقة العرض اللي كانت عندي هنا
اتوقع باختراق المنطقة السبعة عشرة دي نشوف صعود للسبعة 43. الهبوط بالنسبة لي ضعيف جدا، لكن اتوقع ان احنا نخترق المنطقة دي لان هو تم الاختراق هنا والصعود كان قوي. اتوقع ان شاء الله السعر يخترق المنطقة دي ونروح للسبعة 43 ثم السبعة 80، عشان بس احنا مش هنشتري دلوقتي، احنا ننتظر اختراق منطقة العرض اللي عندنا دي. نشوف السهم اللي بعد كده، سهم الاشهار، السهم اللي عليه سيولة عالية جدا واللي الناس كلها تقريبا بتحبه. السهم النهاردة نزل للواحد بوينت زيرو اتنين اربعين، ومن الواحد بوينت زيرو اتنين اربعين بدأ يرتد معانا مرة اخرى، وقفل شمعة، قفل شمعة انعكاسية قوية جدا جدا. تمام، خلينا نبص عليه على فريم الساعة ونشوف منطقة الطلب اللي كانت عندنا اهو. دلوقتي عندي السهم اهو كان صاعد تمام، وبدأ يهدي الصعود بتاعه شوية وبعدين نزل تاني وبدأ يوصل هنا ويصعد بقوة. شايفين الشمعة اللي صعدت دي بقوة، وبعدين بدأ يهدي تاني وبعدين صعد تاني بقوة. فمن المنطقة دي أصلا يعني من الواحد زيرو زيرو بوينت زيرو زيرو تمانية السعر صعد حوالي 11% للواحد 11.90. تمام، فالسعر دي أول مرة ينزل ليها من ساعة لما صعد ال 11% دول. فالسعر وصل تاني عند منطقة الطلب دي من ال 1.042 لل 1.008، وبدأ النهاردة يرتد تاني. وبصينا زي ما قلت على شمعة الديلي، قفلت شمعة انعكاسية قوية، شمعة بن بور. لذلك اتوقع ان شاء الله استمرار الصعود للسهم، واحنا كده كده معانا شير عليه من الواحد بوينت زيرو اربعة، يعني السعر عكس علينا اقل من 0.25%. فاتوقع ان شاء الله الصعود عشان يستهدف الواحد بوينت زيرو ستة خمسين ثم الواحد بوينت زيرو سبعة تمانين واخيرا الواحد 11.90. ولو تم اختراق الواحد 11.90 هنروح للواحد 17.10. نشوف السهم اللي بعد كده، هو سهم الطبية. سهم الطبية طبعا يعني انا مش محتاج اتكلم عليه، انا من بداية الاسبوع كل اللي بيسألني عليه اقول له السهم هابط، السهم هابط. طيب ليه السهم هابط؟ السهم وصل للمنطقة دي كده اهو، ما دي منطقة بتمثل معايا منطقة عرض اهي، المنطقة اللي هيتم تظليلها دي دلوقتي اهي، دي منطقة عرض. السعر وصل عندها بالملي وبدأ يهبط. ليه انا بقى افكر في الشراء هنا؟ انا مش هفكر في الشراء غير لو السعر نزل عند ال 247 40 لل 245 50 وبدا يدينا اشارات انعكاس. تمام، لو بدا يدينا اشارات انعكاس من هنا هنبتدي نشتري مره اخرى. وبعدين برضو كنت قايل الشراء بعد اختراق نموذج القناه السعريه الهابطه دي، واخترق وعمل اعاده اختبار وصعد، وكنت قايل الهدف بتاعنا ال 267 ووصل للهدف بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي ما عندناش اي شراء على الطبيه، الطبيه للهبوط فقط، الا لو ظهرت علامات انعكاس من المنطقه اللي حددناها عند ال 247 40 لل 245 50. نشوف اخر سهم، لا لسه معانا مزايا والسلام واعمال. سهم مزايا، سهم مزايا النهارده بعد ما كان صاعد هبط في آخر ساعتين في تداولات بتاع السوق، لكن مازال عند منطقة شراء كويسة عند الواحد 15.90 للواحد 13.50، دي تعتبر منطقة شراء كويسة والسعر نازل يعمل إعادة اختبار للقناة السعرية اللي تم اختراقها أهو. هنتظر بس أي برايس أكشن من هنا عشان نشتري معايا مرة أخرى إن شاء الله. تمام، سهم مزايا لو صعد هيكون أول هدف ليه الواحد 24.60، ولو تم اختراق الواحد 24.60 هنروح للواحد 31.70 ثم الواحد 45.90. نشوف سهم السلام، سهم السلام مازال معانا شراء فيه من ال 55.70، أتوقع إن شاء الله استمرار الصعود لل 74.80. النهارده قفل فوق ال 67 20، قفل على 67 50، لذلك اتوقع صعوده لل 74 80 باذن الله. اخر سهم معانا هو سهم اعمال، سهم اعمال برضو النهارده بدا يصعد من الترند الفرعي اللي قدامنا اهو ده باللون الازرق،
بدأ يرتكز عليه، وبدأنا نشوف شمعة ابتلاعية قوية. أتوقع إن شاء الله استمرار الصعود، بس أنا عن نفسي مش هبدأ أشتري فيه غير باختراق ال 94-40. لو اخترق ال 94-40 هنروح لل 98-50 ثم ال 1.065. وده كان تحديث التحليل الأسبوعي. أتمنى أكون أفدتكم، وأتمنى أكون جاوبت على كل أسئلتكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.